يجلس على مائدة الطعام، كان يحضر حتى خدمه، حتى السائس كان يحضر. يقول الراوي: فقلت له: ألا تعزل لهؤلاء مائدة؟ فقال: ما، إن الرب واحد والأب واحد والأم واحد والجزاء بالأعمال. هذا النموذج الأخلاقي موحي. يدخل الإمام إلى الحمام في القضية المعروفة، واحد يقول: تعال دلكني. الآن إذا واحد إلنا يقول: تعال دلكني، الإمام يأتي ويدلك. حسين يا